يابى قسما بدم كل الشهداء، قسما بدم الحسين، أنا ذولا لو بيدي سلطة أو صاحب السلطة يسمعني لا أسوي محاكمتهم علنية ولا أعدمهم بالشارع، واللي يجي يقول لي حقوق الإنسان لا أرجع راجدي أسوي أبعد من 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 سنجار. شنو اللي جاب كي كارد علاوي؟ شنو اللي جاب كي كارد؟ أنا حكيت هسا اعتبروني مسودن، اعتبروني مخبل، اعتبروا سأعطوني أي صفة عمي سيد علي العلاق ليش ما سمعتني؟ أكو قصة اللي هي أنا رح أعرض لكم إياها الآن، اللي هي متعلقة بقضية السحوبات، وراح أشوفكم أنه الكي كارد شلون متورط بهاي القصة. شوف الفقرات اللي هي رقم البطاقة الحقل الأيمن، وراها تسلسل الحركة، ورا تسلسل الحركة مبلغ الحركة، وراها تاريخ ووقت الحركة. أكو شخص بنفس البطاقة اللي هي هاي البطاقة 5 5 5 6 9، شوفوا شلون ساحب، إيش كم مرة ساحب. هذا أحكيكم بس بشهر الثالث ب2/3/2023 ساحب الساعة 7:25، ب8/3 أيضا ساحب ب9:13، ب8/3 بنفس اليوم ساحب ب9:36، ب8:30 ب8/3/2023 ساحب ب12 إلا ربع، ب14/3 ساحب الوليد أيضا ب4:58 ب5 إلا دقيقتين. زين، والنوب راجع ب14/5 ساحب نفس الشيء. هذا يدلل عن عمليات التزوير هذه الوثيقة اللي أخذتها اللجنة التحقيقية من الكي كارد. هاي الوثيقة الآن أمامكم، هاي التي تثبت أن هم كانوا يعرفون ويدرون أنه أكو شخص واحد باليوم الواحد يطونه 5 مرات، ولذلك كانوا يدرون بس ما يعرفون أنه اللجنة راح توصل. طيب أنتم من دريتوا وظهر عندكم، ليش ما اتخذتوا إجراء؟ بمعنى الكي كارد هي المتورط الحقيقي بهاي القضايا، بهاي وثيقة من مجموعة وثائق تحتفظ بها اللجنة ويستتم بها التحقيق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شو تقول أنت أبو الكي كارد؟ هم إن شاء الله مثل الوليد راح تقولون استهداف وتسقيط سياسي. والله إذا كان الاستهداف والتسقيط السياسي ضد الفاسدين ومن أجل المال العام وحماية المال العام والحفاظ على هيبة الدولة، ويا الله يا مرحبا يا تسقيط، لأن الفاسد يجب أن يسقط وينداس على رأسه، مو بس أن يسقط. وبعدين شنو تسقيط؟ هو أكو واحد شريف يبوق الدولة، يبوق مال الدولة ومال الشعب، بس الساقط اللي مديده على مال الدولة وعلى مال عن مال الشعب. ولذلك أنا أسميكم الفاسدين الساقطين، فاسدين ساقطين، الله لا راضي عليكم ولا أنتم النطفة حلال. شنو وجابوكم وسواكم مدراء عامين وطوكم شركات. أنتم اللي يليق بكم ومكانكم الحقيقي هو أنتم أن تكونوا في السجن. إحنا من نسولف بالملفات، ليش هسه هذا الملف اللي أنا أعرضه أمام الدولة وأعرضه أمام الرأي العام وأعرضه أمام هيئة النزاهة، الأبطال الشرفاء الذين يقومون بدور كبير، ليش أنا ما نبهت إلى قضية بطاقات الكي كارد الوهمية؟ أنا قبل سنة حكيت عنها في برنامج، وقضية منفذ الرافدين، منفذ المطار وعمليات تهريب الدولار أيضا أنا عرضتها، أنا قلت بيها. حس أنا ما قدرت أطلع المقطع مالت الكي كارد، لكن أنا ملزم أمام الرأي العام أنا أطلعه. لكن شوف اللي هذا بيا تاريخ، أنا أحد المتصلين المشتكين طلعوا وياي، اعطيني يا همام. خالد احكي لي هاي القصة مثيرة، احكي لي اياها بالله. والله أستاذ احنا بنسافر، احنا بنصرف بالصرافة، المستمسكات يردون الجوازات، يردون الفيزا والبطاقة الأمنية، الموافقة الأمنية، انطيناهم اياها.
راح الموظف اللي دخل بالشركه جاء قال انت مستلم، اثنينكم مستلمين تصريف بالعمله بالسعر الرسمي ب 2000 دولار. احنا رحنا يوم 27/5 يا من المستلم باسمنا؟ قال أيه. والله ما ادري يعني اهلي لقيناها على السيستم انتم مستلمين. قلت له هذا شنو الحل؟ قال تروحون للبنك المركزي. اي رحنا للبنك المركزي انطانا استماره وبنيناها وقدمنا لهم اياه. أيه. قالوا احنا ننتقد يا هاي الاستماره سويتوها يا ام علاوي؟ شكوى. اي نعم. هاي انت سويت الاستماره يعني رقم الشيء ورحت تستلم لقيت الجماعه مستلمين باسمك وباسم زوجتك. اي نعم. زين رديت على معلاوي قلت له معلاوي يا مستلم باسمي؟ قالت احنا ندقق ايه؟ السيستم ونعرف منو مستلم باسمكم. أها. ونخابركم. زين اي دققت معلاوي. قلت لهم سوينا واردة للشكوى انطيني رقم الوارد عافية. حتى اعرف انا مقدم شكوى. قالت احنا ما ننطي وارد. هاي معلاوي اللي تقول ما ياخذ العريض. العريضة ما ياخذونها وارد. ورا 20 يوم ايضا رحت دا اشوف دققوا الحسابات من مستلم مكاني. وسويت عريضه جديده يعني كتبتها مو استماره. أيه. وقدمت لها قالت احنا ما نستلم عرايض. انت مقدم استماره قبل هاي يا استمارتي دققتوها. ام علاوي ايش تشتغل يا خالد؟ ام علاوي ايش تشتغل؟ نعم. شنو شغل ام علاوي بالبنك المركزي؟ موظفه بالاستعلامات. موظفة بالاستعلامات ما قبلت أن تأخذ الشكوى مالتك وارد حتى تثبت حقك هذا مو؟ نعم. رجعت لها ورا 20 يوم قلت لها معلاوي صار على الشكوى؟ قالت لك بعدنا ندقق. قالت بعد ما ندقق لأنه طلبات هواية. قلت لي أنقابل 100 طلب قالت بالآلاف. إيش قد صار لك هسه بالآلاف؟ ومعلاوي ثبتت الآن من خلالك أنت كشاهد أن قضية البوق بالآلاف. أي أنا قدمتها يوم 28/5. أي الشكوى. أي معلاوي ما ردت صار لها 20. لا ما ردت يعني صار لها أكثر من 20 يوم. أي هاي البارحة أيضا. أي. نعم. أي البارحة شنو؟ البارحة رحت وقدمت لها طلب جديد. أي. ما رضت تأخذ الطلب والطلب حولت لك إياه على الواتساب. ماشي أم علاوي. قديت لك إياه أم علاوي أخذي لك فدوة. أم علاوي أنا أريد تليفونك حتى تطلعين وياي تثبتين ما قلتي للسيد خالد مو أنه أنتوا عندكم هاي السرقات بالآلاف، لأنه أنا واصلتني معلومة هنالك عصابات منظمة بين الرافدين وبين البنك المركزي للسرقة. دولة الرئيس سمعت قبل ما تودي أنت وقبل لا تشكل اللجان أنا سولفت أنا حكيت. هسا اعتبروني مسودا، اعتبروني مخبل، اعطوني أي صفة عمي. سيد علي العلاق ليش ما سمعتني؟ سيد مدير العام ليش ما سمعتني؟ هاي أشهر من حكيت بهذا. ومن نقول يابا حققوا يومية باكر يومية باكر يومية باكر يومية باكر. هذا باكر هيك صارت. وقبلها قلت وقبلها وأنا قايل لكم عني، أنا قايل لكم أنا أشتغل لكم، لا نريد منكم جزان ولا شكورة. ما رايد عمي موظف مجاني، لا انا من المستشارين ها، ولا انا من ذوي المناصب الخاصه، ولا انا اقبض بيوت، ولا انا عمي رايد حقوق الناس ورايد من الدوله. من نطلع نسولف اسمعونا، من نكون غلطانين هسه احنا مو منزهين، من نكون غلطانين قول يا ابو الوليد ترى هاي غلط، او حتى من نغلط نروح للقضاء.
ورحنا للقضاء ونحترم القضاء، لكن اسمعونا، وش قد مرن وما حد انتبه لهن، فانتبهوا لهاي. شنو ادخلتوا، ليش دخلتوا الشركة العالمية للكي كارد بعمليات بيع العملة، واللي هي كانت من الأهم وأضخم وأقوى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حصول عملية التلاعب والفوضى؟ ليش كان من المفروض أن تتم عملية المطابقة اليومية؟ وهسه أنا قبل شوية بالأحمر عرضت لكم نموذج واحد لشخص واحد، الله مطي حيل والله مطي عافية، بيوم ما حس سحب 5 مرات، يعني 5 مرات على 7 $35,000. زين هاي لمدة 5 أشهر، وأنا قلت اللي ضايع اللي مسحوب ومهدور بالحلقة السابقة خلال 5 أشهر 888 مليار، الآن يقولوا لي واصل 1,300,000,000,000. زين أنه العملية كانت تم، كانت أكو إجراءات، يعني أولاً أعتقد أنه يجب وكان من المفروض أن يشكل فريق من مدراء الأقسام، قسم الرقابة، قسم المالية، قسم التكنولوجيا، قسم البطاقات، الدراسات، المخاطر، برئاسة المدير العام السابق، حتى تقدرون تخلون آلية رصينة توقف عملية التلاعب والفوضى. طيب ليش ما سويتوا برنامج رصيد العملية بيع الدولار للمسافرين يتنصب بفرع المصرف باشر مع منفذ المطار؟ مو عندكم مصارف، مو عندكم فروع بالمحافظات، مو اكو هذا عندكم بالخضراء، ليش ما خليتوه ربطتوه بالمصرف منفذ المطار؟ ليش الكي كارد؟ تقدر تجاوب هذا السؤال المركزي الذي يجب أن يوجه لمن تعاقد مع الوليد. بس ببيروت والله لا يعلي. أنا أكو فيديو أخاف على مشاعر العراقيين أعرضه، لما الوليد البنياتي دقن ومشتغل، شدات محطوطة، خرب بيت الولد من قد ما تعب، قام يطل الحباب الدفتر، هي تسوي هيك. يابا قسما بدم كل الشهداء، قسما بدم الحسين، انا ذولا لو بيدي سلطه او صاحب السلطه يسمعني لا اسوي محاكمتهم علنيه ولا اعدمهم بالشارع، واللي يجي يقول لي حقوق الانسان لا ارقع راجلي اسوي ابعد من 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 سنجار. بس احنا علينا حقوق الانسان، بس تطبق هاي لعبه الغرب لحقوق الانسان. ذاك اليوم حرقونا القران الكريم باصرار، وثاني مره حرقوه باصرار، وثالث مره حرقوه بالدنمارك. يا بليش؟ قال لك والله يا هذه حريه التعبير وحقوق الانسان، حقوق الانسان بس علينا. شنو اللي جاب كي كارد علاوي؟ شنو اللي جاب كي كارد؟ ليش ما خليت الزبون يودع المبلغ بالدينار العراقي بالفروع المشمولة بعملية الإيداع؟ زين اللي بيها منصة ويتم رفع بيانات المواطنين المودعين مباشرة من الفروع على النظام الموجود بالمنفذ لغرض معرفة عدد المودعين. أجي عمي أنا أبو فلان، ها أنا مسافر باكر، هاي فيستي وهذا جوازي، وطوني ها رأسا مباشرة، يؤمن المبلغ بالمنفذ ويأخذون اسمه ورقمه، عنده وصل، عنده شو اسمه، يأخذ حوالته من المطار. لو إلا بيبو اللي قامت الدنيا الحباية بالولد، حقوق الإنسان تعرضوا للتعذيب، انكتلوا، سود عليه طالع منه دم. هسه من صرخنا وقلنا غلط،